المطلوب في المسألة دي إنك أنت تحسب الفورس في اللي بتخليها إنها تتحرك بسرعة ثابتة. تاني نرجع نقول نفس الكلام اللي إحنا قلناه، فورس مع جسم صلب، إحنا بنتكلم على إيه؟ قانون نيوتن التاني، يبقى السولوشن قانون نيوتن التاني إن في الجنرال فورم summation of forces بيساوي الماس في الاكسلريشن. انا حطيته بس في الصورة المبسطة اكتر دي دي علشان خاطر احنا مش محتاجين، احنا عارفين طالما بيتحرك بسرعة ثابتة يبقى الاكسلريشن بزيرو، يبقى summation of forces بتساوي زيرو. طب ايه الفورسز اللي بتأثر عندي؟ عندي الفورس اللي انا بشد بيها الشافت، وعندي الفورسز التانية اللي هي نتيجة الفريكشن برضو، يبقى انا عندي فريكشن فورسز هنا، يبقى انا عندي ال P minus الفريكشن فورس او الشير فورس هتساوي زيرو. يبقى انا لو حسبت الشير فورس يبقى انا عرفت الايه الفورس اللي انا بشد بيها. كويس. طيب نرجع تاني نقول الشير فورس يا شباب هي عبارة عن ايه؟ مش هنروح لفة بقى طويلة او لفة يعني اطول من دي زي المسألة اللي فاتت. الشير فورس هي عبارة عن التاو اللي هو الشير ستريس multiplied by السايد اريا اللي هي عليها كونتاكت. ايه سايد؟ التاو بتساوي ايه؟ ميو في ديو اوفر دي واي، معلش كاتبها لسه ديو اوفر دي واي زي ما هي، multiplied by السايد اريا اللي هي هتبقى باي دي ال. تمام تمام هو مديني ال ال ولا لا؟ المفروض مديني ال، المفروض ال ال 0.5 متر. ايه 0.5 متر، كويس اوي. طيب يبقى فاضل بس ان انا احسب ده وهو تعليق مباشر. طيب فين اتجاه الحركة؟ كده يبقى الفلوستي هتبقى في الاتجاه ده، بسحب الفلويد في الاتجاه ده، يبقى عمودي عليه هيبقى في انهي اتجاه؟ هيبقى عمودي عليه في الاتجاه ده، ده الان. طيب تعال نكبر الحتة دي كده ونشوف الفلوستي بروفايل فيها. ادي الجاب اهو يا شباب، النقطة دي سرعتها يو، ده سرعة الشافت، نمشي في الاتجاه العمودي كده اهو، الان النقطة دي سرعتها زيرو، السرعة بتاعت الكرسي، وبالتالي أتوقع يبقى في لينير جريديان هنا. تمام كويس أوي. وبالتالي أقدر أقول يبقى فرق السرعة على فرق المسافة، المسافة دي الفرق بتاعها كام؟ دلتا، دي دلتا، يبقى فرق السرعة يو ماينس زيرو على دلتا، هي دي الدلتا يو على دلتا واي او دلتا ان. تمام يبقى الميو كام؟ سوري الميو هتبقى عبارة عن نيو مالتبلاي باي الرو، الرو دي هي عبارة عن الف مضروبة السبيسيفيك جرافيتي، لان احنا قلنا السبيسيفيك جرافيتي هي عبارة عن الرو بتاعت الفلويد على الرو بتاعت المية عند 4 سلسيوس اللي هي الف. يبقى الرقم اللي اديهوني هنا اضربه في الف جبت الرو بتاعت الفلويد ده او اللوجريثم ده، أضربه في دلتا يو على دلتا اللي هي هتبقى يو على دلتا multiplied by دي ال. طيب التعويض ده المفروض هيطلع لي الفورس دي بكام؟ تقريبا 286 نيوتن. تمام شيك ورايا. طيب وخلي بالك من اليونتس، حلو أوي. تعال نبص بسرعة على problem 9، مش هتبقى مشكلة problem 9، بسيطة جدا. يا سهلة يا رب. ايه problem 9 عبارة عن ايه؟ قال لك عندك two fixed plates زي ما حضرتك شايف كده، ادي تو فيكسد بليتس اهي ثابتين، في بليت بقى ما بينها اهو، بتسحب في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده بسرعة ثابتة، بتسحب بسرعة 4 متر بير سكند. قال لك المسافة دي 6 مليمتر، المسافة دي 3 مليمتر. ميو بتاعت الفلود اللي هنا ميو 1 بتساوي 0.22 نيوتن سكند بالمتر سكوير، والميو هنا
تساوي 0.01 نيوتن سكند بير متر سكوير. تمام، حلو، كويس. واداك حاجه كمان، قال لك يا عم اعتبر كمان التغير في السرعه لينير برضه. تمام، يعني السرعه هنا تبقى البروفايل بتاعها عامل كده، دي سرعتها يو ودي سرعتها زيرو. السرعة هنا البروفايل بتاعها هيبقى عامل كده برضه، تمام، هتبقى عاملة كده. حلو، حلو، كويس، مش مشكلة. ايه المطلوب؟ المطلوب بقى يعني الجيفنز على on the figure زي ما حضرتك شايف كده. الريكويرمنتس عايز شيل ستريس على البليت اللي فوق وعلى البليت اللي على الفيكسد بليتس، يعني تاو 1 فيكسد تاو 2 فيكسد. مقدار واتجاه. طب الاتجاه دي ممكن نقولها من الاول، مش محتاجه حسابات، بالفيزيكال لوجيك. ازاي؟ دلوقتي ادي البليت اللي فوق وادي البليت اللي تحت، عايز يشوف تأثير حركة الفلويد عليهم. الفلويد عايز يعمل ايه؟ عايز يحركهم في أي اتجاه؟ الفلويد عايز يحركهم في الاتجاه ده يا باشمهندس. يبقى التأثير عليهم يبقى بيعمل شير ستريس في الاتجاه اللي هو عايز يحركه فيه. هتلاقي شير ستريس على البليت اللي فوق بالمنظر ده، نفس الكلام على البليت اللي تحت. خلصنا من حتة الاتجاهات؟ دي حتة الاتجاهات. يبقى ده تأثير الفلويد على البليت، على الفيكسد بليت. تمام؟ ادي الجزء الاولاني. الجزء الثاني هحسب بقى قيمه ازاي. احسبها من القانون الوحيد اللي انا اعرفه للشير ستريس، اللي هو تاو بتساوي الميو مضروبه في دي اوفر دي ان، اللي هي في الكيس دي هتبقى دلتا يو على دلتا ان. تمام، دلتا الان هي الجاب، دلتا اليو فرق السرعه ما بين النقطه هنا والنقطه هنا، ما بين التو تيرمينالز بتوع الجاب. فبالتالي اقدر احسب تي 1 تاو 1 فيكسد هيساوي ميو 1 اللي هي كام؟ حط الميو 1 على طول بقى 0.02 multiplied by دلتا يو، فرق السرعة ما بين هنا وهنا يبقى 4 ناقص 0، على المسافة دي 6 مليمتر يبقى 0.006، وأطلع القيمة بالنيوتن بالمتر سكوير. تاو 2 نفس الكلام، طلع 13.63 نيوتن بير متر سكوير. نفس الكلام هنا، يبقى 0.01 في 4 برضو، 4 ناقص 0 على 0.003، هتطلع نفس القيمة برضو يا شباب. تمام؟ بس مسألة حلت. مسألة رقم 10 هتلاقيها نفس الستايل بتاع المسألة رقم 7، حاول تحلها بإيدك. مسألة رقم 11 هتلاقيها نفس الستايل بتاع مسألة رقم 9 بالظبط. تعال يعني نبص كده على الفكرة بتاعت مسألة رقم 12، فكرة بس مش محتاجين إن احنا نحلها بالكامل. هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك عندك inclined plane زي ده كده، الزاوية بتاعته 20 درجة، البلين ده عليه زيت، طبقة زيت اهي. تمام، وفي بريك او كتلة كده اهو بتنزل بسرعة V. تمام، اللي ايه اللي هينزل الكتلة دي؟ اكيد الوزن بتاعها، مفيش حد بيزقها، الوزن بتاعها هو اللي هيحركها لتحت. طب الوزن اصلا بيأثر في انهي اتجاه؟ الماس بتأثر في الاتجاه ده، او الوزن نفسه بيأثر في الاتجاه ده، الويت اللي هو mg. طيب ايه المركبة من الويت دي اللي بتخلي البريك تمشي بالسرعة دي في الاتجاه ده؟ المركبة اللي في الاتجاه ذات نفس الاتجاه بتاع السرعة. انا محتاج هي نفس المسألة بتاعة البيرنج، واخد بالك، بس انا محتاج احسب الفورس. يعني هنا المطلوب الريكوايرمنت انك انت تحسب الفي اللي هيتحرك بيه. تمام، طب ايه الفورسز اللي عندك؟ عندك الفورس بتاعت الويت، وعندك الاحتكاك اللي بيحصل او الفريكشن نتيجة الفيسكوستي بتاعت الفلو. تمام، هي دي اللي هتخليه يتحرك بسرعة ايه؟
ثابته، او ايه السرعه الثابته اللي هو هيتحرك بيها لو احنا فرضنا ان هو هيتحرك بسرعه ثابته. يبقى انت عندك فورس في الاتجاه ده ناقص الفورس اللي بتحصل هنا، فتقدر ساعتها تساويهم ببعض، تقدر تقول ان الام جي، طب مين المركبه اللي في الاتجاه ده يا شباب؟ تعال نحسبها. المركبه اللي في الاتجاه ده لو رسمت ده عمودي على البلين ودي الزاويه بتاعت البلين، طيب دايما الزاويه ما بين تو لاينز هي نفس الزاويه ما بين النورمال على التو لاينز دول. مين النورمال على الخط ده؟ ده. مين النورمال على الخط ده؟ ده. يبقى الزاويه دي هي العشرين، تمام. يبقى الزاويه دي هتبقى سبعين، واقدر اقول ساعتها ان الفورس اللي في الاتجاه ده الاف دي هتساوي ام جي كوساين 70 او ساين 20. اوكي، دي الاف. سمشن الفورسز يا شباب في الكيس دي بيساوي 0 عشان هو قالك ان هو بيتحرك بسرعه ثابته. الفورس دي ام جي كوساين 70 لازم تساوي اللي هي هتبقى ناقص الفورس اللي بتأكتف في الاتجاه عكس اتجاه الحركة بتاعت الفريكشن اف شير، هيساوي زيرو. دي انا عارفها، اقدر احسبها، هو مديني الماس. الاف شير ده هي عبارة عن ايه؟ التاو في الاريا. هو مديني الاريا، او مديهاني 0.1 متر سكوير. طب التاو عارفها انها نيو دلتا يو على دلتا ان. مين الان الاتجاه ده يا شباب؟ طيب الدلتا يو على الدلتا ان دي هي عبارة عن السرعة بتاعت البريك اللي هي في ماينس زيرو على دلتا الان اللي هي الجاب ده. الجاب ده مديهوني، المفروض هو مديني جهة دلتا، دلتا بوينت وان مليمتر، يبقى في 10 أس سالب 3. بس اتعوض هنا واطلع في منتهى السلاسة، تمام يا شباب؟ دي الفكرة، دي الحاجة الجديدة بس اللي في المسألة دي. نبص على مسألة 13 اللي زيها بالظبط 14، هنعرف ايه الفكرة اللي في 13 بالظبط دلوقتي. يعني مسألة 13 فيها فكرة واحدة، ايه هي؟ ان الجريدين، الفلوس جريدين مش لينير، متغير من نقطة للتانية في الفلود، في الفلود لايرز. معنى قال لك ادي بلين وعليه لير من الميه، الفيلوستي جريديان بتاعها حسبوه او فرضوه ان هو هيبقى بارابوليك زي ما ساعتك شايف كده، تمام. وقال لك السمك بتاع لير الميه دي اتش، الاتجاه ده واي. الايكويشن بتاع البروفايل ده هي عباره عن سمول يو على كابيتال يو. ايه كابيتال يو دي؟ هو هيديها لك سرعة ثابتة، سرعة معينة يعني، رقم، ده رقم بيساوي 2y over h minus y square over h square، تمام. يعني من الآخر ممكن تقول إن اليو بتساوي كابيتال يو اللي هو رقم، ممكن يبقى 2 كام يا سيدي؟ 2 فعلا، يبقى 2 مضروبة في الإيه؟ في القوس ده كله، تمام. إيه المطلوب بقى؟ قال لك عايزك تحسب لي شير ستريس على البلين ده ذات نفسه اللي نازل عليه اللير بتاعت الماية. طيب تعال نحط الجيفنز، الميو تساوي كام؟ 1.52 × 10⁻⁶ m² / s. رو تساوي 1000 كيلوغرام كيوبيك متر. اليو كابيتال يو بتساوي 2 متر بير سكند. ال اتش بتساوي 0.1 متر. ايه المطلوب؟ تاو على الفيكسد بليت. الموضوع بسيط جدا. سوليوشن، التاو القانون اللي بيحسبها زي ما اتفقنا دايما، تاو فيكسد بيساوي نيو ديو اوفر دي ان. ان المره دي ايه؟ واي، واضحه. فين؟ على السيرفس. السيرفس ده اللي عنده واي بتساوي ايه؟ ما هي بقت فانكشن بقى في الواي، مش هينفع انها تبقى ثابته في كل حته،
انا عايزه عند واي بتساوي زيرو. هذا الفرق، هو ده الفرق الوحيد، ان انا مديك البروفايل فانكشن في الواي. يبقى لما اقول لك عايز اشيل ستريس عند السيرفيس، شوف الواي بكام عند السيرفيس ده، ساعتها تقوم جايب اليو، اليو اللي هو عباره عن كابيتال يو مضروبه في الكلام ده كله، وفاضلها بالنسبه للواي. يبقى دي يو اوفر دي واي، تفاضل بسيط جدا، اليو تطلع زي ما هي، 2 تفاضل واي بواحد على اتش، ناقص 2 واي على اتش سكوير، عند الواي بتساوي زيرو، الترم ده هيطير، يبقى ساعتها الكلام ده هيساوي 2 يو على اتش، عوض بيه هنا وقربه في النيو، جبت مين؟ جبت الترم. طيب التاو المفروض هتطلع معايا بكام؟ هضرب الرو في النيو هتديني النيو، وبعدين هضربها في 2 في 2 على بوينت 1، يطلع معايا التاو المفروض بوينت 0608 نيوتن بالمتر متر سكوير. تمام؟ تمام يا شباب. مسألة 14 هي نفس مسألة 13، تمام؟ يعني نفس التطبيق، حاول تحلها بإيدك. تعالى بقى نخش نشوف مسألة كده إيه فيها فكرة جديدة، متخافش فيها فكرة جديدة، بس اتعلم الفكرة وافهمها، افهم الفكرة ما تحفظهاش. أوكي؟ طيب إيه الفكرة بقى؟ المسألة ما بيرغيش فيها كتير على الفكرة. كل الحكاية دي مسألة رقم 15. ادي اكس وادي بليت، احنا واخدين في مقطع جانبي بليت، اكس ده بيلف يعني اتجاه ده كده بانجلر فيلوستي اوميجا زي ما انت شايف، بس كابيتال اوميجا. جوه كونتينر بالشكل ده، يعني اجهزه مختلفه لقياس الفيسكوستي دي يا شباب. تمام، الجاب ده اتش والجاب ده اتش برضو. طبعا حضرتك متوقع ان لما ده يلف بالشكل اللي حضرتك شايفه كده، ده هيتولد فريكشن على السطح ده، على السطح اللي فوق وعلى الجناب كمان. هو بقى قال لك ايه؟ قال لك استنتج لي اكسبريشن للتورك اللي بيدور السيستم اللي قدامك ده بانجلر فيلوستي ثابته اوميجا مع اهمال الفريكشن عند الاند دي اللي حضرتك شايفها، يعني احسب لي اعتبر لي الفريكشن بس على السطح الفوقاني والسطح التحتاني. تمام. حلو. طيب تعالوا بقى نفكر واحدة واحدة، نستنتج أو نسترجع كده الحاجات اللي كان فيها دوران وفيها فريكشن دي، فيها تورك دلوقتي، العملية فيها تورك، فالتورك اللي احنا بندور بيه لازم هيبقى في الاتجاه ده. السيستم ده بيتحرك أو بيدور بسرعة ثابتة، يبقى submission which given بقى on the graph of the figure sorry requirements as expression for t as a function of omega h. وقال لك ان الراديوس ده r نود. تمام كويس. سولوشن قربنا نخلص، بس نركز شويه بس في الحته دي مهمه. دلوقتي زي ما اتفقنا summation torques في الكيس دي هيساوي زيرو، علشان مفيش تغير مع الايه؟ مع التايم، السرعة ثابتة، السيستم under equilibrium. التوركس اللي عندي، التورك اللي انا بعمله application والresultant torque بتاع shear stress، خلي ده applied وده shear stress،
ده بيأثر في الاتجاه ده، وأكيد التاني بيحاول يوقف البليت. تمام. أنا لو حسبت ده يبقى أنا وصلت لده. طيب التورك ده هو عبارة عن التورك نتيجة الفريكشن على السطح الفوقاني والسطح التحتاني. طيب أنا لو حسبت الفريكشن على السطح الفوقاني وأهملت الحتة الصغيرة دي وضربته في 2، هيديني الريزلتون بتاعته. تمام. يبقى أنا عايز أحسب مين؟ تي اف. تي اف ده يعني الفريكشن تورك على سطح واحد سواء اللي فوق أو اللي تحت، هو عبارة عن تجميع التوركس، الديفرنشال تورس على أساس إنها نتيجة الفورس الصغيرة يعني على السطح الواحد. جميل. عايز أسأل نفسي نفس السؤال اللي سألته في المسألة اللي كانت في الأول خالص، أول مسألة كان فيها دوران. دلوقتي الفورسز اللي بتعمل التوركس دي، يا ترى الأرمز بتاعتها واحدة؟ فاكرين لما كانت الأرمز بتاعتها واحدة كان في الفورسز عاملة كده أهو، فورسز differential فورسز صغيرة كانت متساوية وكانت الأرمز بتاعتها واحدة هي d over 2. المرة دي لا، العملية تختلف بقى شوية، ماشيين ستيب باي ستيب أهو، متقلقش. المرة دي ال دي تورك الفورسز اللي بتعمله أو ال دي فورسز اللي بتعمله ال differential فورسز، لو أنا بصيت عليه من تحت أو من فوق مش هتفرق، نفترض إن أنا بص عليه من فوق وهو بيلف كده أهو، يبقى الفورسز ادي فورس هنا ودي فورس هنا، يبقى الارم بتاع الفورس دي غير الارم بتاع الفورس دي غير الارم بتاع الفورس دي. يبقى انا لو سميت الارم ده variable سميته small r يبقى انا مش غلطان، والsmall r ده بيتغير من 0 لكابيتال r نوت. تمام كده. يعني انا لو قلت عندك variable هسميه small r، ده من 0 لكابيتال r نوت، ده الدومين بتاعه. التكامل هيبقى عبارة أو الدي تورك، خلينا نقول الدي تي differential تورك، الناتج عن differential force هو عبارة عن differential force multiplied بال variable arm r. حد كده ماشيين كويس؟ كويس أوي ماشي. والار أنا عارف إنها بتتغير من زيرو، لو كملت هكمل من زيرو لار نوت. طيب differential force بقى، differential force المفروض انت بتاخد الفورسز، او انت دلوقتي جيت عايز تشوف فين الحتة اللي عندها نفس الديفرنشال فورس. الحتة اللي عندها نفس الديفرنشال فورس او اللي سوري اللي ليها نفس الديفرنشال تورك هي الحتة اللي ليها نفس الريديوس. سوري، يعني انا لو رسمت خط كده زي ما دايرة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الريديوس بتاعها هيبقى واحد، الفورسز اللي عندها مين؟ المفترض ان قيمتها واحدة، والمفترض ان الارم بتاعها ايه؟ واحد. تمام؟ تمام. الارم بتاعها small r. طيب بس انا محتاج اريا عشان اقول ان الشير في الحتة دي واحد. الاريا هنعتبرها الثيكنس بتاعها دي ار، انا محتاج ديفرنشال اريا الثيكنس بتاعها دي ار. انا لو خدت الرنج الصغيره دي اللي ليها نفس الراديوس ليها نفس الارم، الفورسز اللي عليها ليها نفس الارم، وفردتها هتديني مستطيل تقريبا الطول بتاعه 2 باي ار، والثيكنس بتاعه اللي هو العرض بتاعه دي ار. يبقى ساعتها اقدر اقول ان دي هتساوي تاو differential area، والديفرنشال اريا دي بتساوي 2 باي ار دي ار. انا شفت الدي ار من هنا وارتحت من هنا. ليه؟ ان انا كنت محتاج differential variable اكمل عليه، كنت محتاج اكمل على الدي ار دي. يعني انا دلوقتي عشان اكمل من زيرو الار نود مش لازم يبقى في اخر الاكسبريشن دي ار؟ اه جبته دلوقتي الحمد لله. طب بالنسبة للتاو،
يا ترى هطلعها بره التكامل ولا هتتكامل؟ يبقى انا محتاج ان انا افكها علشان اعرف هل هي كونستنت ما بتعتمدش على السمول ار ولا بتعتمد على السمول ار، واشوف بتعتمد على عليه كار كابيتال ولا سوري كار سكوير ولا ار ولا ار كيوب ولا ايه نظامها بالظبط. تعالوا نشوف. يبقى انا دلوقتي افك التاو دي. التاو دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الميو دي يو اوفر دي ان. تمام. طيب فين فين السرعة؟ الاتجاه بتاع السرعة لو خدت بلين هنا مثلا، يعني انا دلوقتي لو قلت السرعة عند النقطة دي، ركز معايا، السرعة عند النقطة دي هنا اهو، هيبقى في الاتجاه ده اهو، والسرعة هتبتدي تقل 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 لحد ما تبقى بزيرو هنا. يبقى ده الاتجاه مين؟ ده ان. تمام؟ حلو قوي. طب المسافة دي اتش، يبقى دي اوفر دي ان هتساوي دلتا يو. طب السرعة بتاعت النقطة دي هل ثابتة في كل حتة في البليت؟ لا. ليه؟ لأنها دايما الانجلر فيلوسيتي في الارم. طب الارم بيجراله ايه؟ بيتغير. طب مين الارم؟ هو الار سمول. يبقى ساعتها دي بتساوي اوميجا ار سمول، لان السرعه بتاعت النقطه دي اكبر من السرعه بتاعت النقطه دي اكبر من السرعه بتاعت النقطه دي. اوميجا ار سمول ماينس زيرو، لان الزيرو ثابت في كل الاحيان، القاع على المسافه ثابته برضو ما بين البليت وما بين الحته الثابته اللي تحت القاع اللي هي هتبقى اتش. طيب حلو قوي. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول، امسح الحته دي واكمل فوق، يبقى انا اقدر اكتب بقى الاكسبريشن كله على بعضه. انا خلاص فكيت دلوقتي، يبقى تي اف هتساوي تكامل دي تي، دي تي اللي هي دي اف في ار، يبقى ار بدي اف اللي هي تاو دي ايه، اللي هي تاو اللي هو ميو اوميجا ار على الاتش دي التاو الدي اي اللي هي 2 باي ار دي ار. التكامل ده من 0 ل ار نوت، الميو الاوميجا الاتش 2 باي، كل دول يطلعوا بره زي البرشاوات. ليه؟ عشان كونستنس دول مش بيتغير، دول مش الفاريبل بتاعي. يبقى هيساوي اوميجا 2 باي ميو على اتش التكامل من 0 ل ار نوت لمين؟ ار تايمز ار تايمز ار، يبقى ار كيوب دي ار، اللي هو المفروض يطلع لك ايه؟ هيطلع لك في الاخر التكامل ده ار باور 4 اوفر 4 لما اعوض فيه بار نود، يبقى ار نود باور 4 اوفر 4. ده مين؟ ده تي اف. انت عايز مين؟ عايز التيشير اللي هي عبارة عن الوش اللي فوق والوش اللي تحت. يبقى اضرب الترم ده في 2، جبت التورك على الوش اللي فوق وعلى الوش اللي تحت، اللي هو المفروض هيساوي التورك الكل. انا عملت ايه؟ انا ابتديت من الاول، عملت علامة التكامل، قلت تكامل التورك الكلي بيساوي تكامل التوركات الصغيرة. كويس. وبعدين ابتديت افصصه حتة حتة. الدي تورك هيساوي الارم في الدي فورس. طيب الارم ثابت ولا متغير؟ متغير، احطه بالمتغير بتاعه. الدي فورس افكها شير ستريس في الديفرنشال اريا بتاعتها. طيب شير ستريس وعارفين ان هو ميو دي يو اوفر دي ان، رحت شفت اليو بتتغير في انهي اتجاه وحسبتها، حسبتها على على الدي ان بتاعتها دلتا يو على دلتا ان. وبعدين رحت للديفرنشال اريا، شفت الديفرنشال اريا اللي ليها نفس الارم، تمام، اللي هي في الكيس اللي زي بتاعتنا دي هي عباره عن رينج، رينج ليه نفس الراديوس والسيكنس بتاعه ديفرنشال صغير جدا دي ار. تمام. عوضت بدول كلهم وعملت التكامل بتاعي، جبت قيمه للتورك الفريكشنال تورك على البليت، وانا مهمل الاند كونديشنز اللي من يمين ومش اللي من السايد كونديشن، السايد
سايد افكت بمعنى اصح. تمام، يا رب تكون المساله دي اتفهمت، فاهم التكنيك بتاع الحل بتاعها. طيب اخر مساله هي شبيهه بدي جدا، بس هنشوف ايه الفكره الجديده اللي فيها. ايه بقى الشكل بتاعها عامل ازاي؟ اهو كون كونيكال سيت زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني كرسي على شكل كون، جواه كون بقى بيلف بالشكل ده كده. اوكي تمام، الجاب ده نفس الثيكنس في كل حته اللي هو بي، الزاويه بتاعته 2 ثيتا، ادي الاكس بتاع الدوران، الجاب طبعا في اويل او في لوبريكان تبر، الريديوس الكبير اللي فوق ار نود بيلف بسرعه اوميجا، عايز اكسبريشن برضو للتورك. طيب ايه الفكره هنا؟ ان الجيومتري مختلف، هو ممكن يلعبني في الجيومتري، يلا ممكن طالما انت فاهم الكونسبت وعارف انت بتطبق ازاي، ما يهمكش الجيومتري في حاجه. هنمشي ازاي؟ خلاص بقى مش هنقعد نقول بقى دلوقتي بيني وبينك، مش هنقعد نقول بقى سمشن الفورسز بيساوي زيرو، اوكي مفيش فورس هنا توركس، يبقى التورك اللي انا عايز احسبه عايز احسب التورك بتاع الفريكشن. تورك الفريكشن قلنا او الشير هو عباره عن الايه، الانتجريشن بتاع الديفرنشال توركس الصغيره اللي هنا. طيب الديفرنشال توركس دي هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن الارم مضروب في الديفرنشال فورس. ديفرنشال فورس اذا كان بيلف كده عندك ديفرنشال فورسز اهي صغيره 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 كتير اهي. تمام، هل الارم بتاعها يعني بعدها عن الاكس بتاع الدوران ثابت ولا بيتغير؟ والله بيتغير اهو، يعني هو على السطح الخارجي اهو عند النقطه دي ادي ارم، عند النقطه دي ادي ارم، عند النقطه دي ادي ارم. لا ما يصحش كده، يبقى خلينا نسمي المسافه دي او المسافه الارم اللي بيتغير ده نسميه سمول ار، برضو زي المسألة اللي فاتت بتتغير من زيرو لار نود، يبقى نسميها سمول ار. هنقول سمول ار اهو مالتبلايد باي مين يا عم الحاج؟ مالتبلايد باي دي اف. تعالى نحسب الدي اف، ديفرنشال فورس هنا هي عبارة عن الشير ستريس الديفرنشال اريا اللي عندها نفس الار. الديفرنشال اريا اللي عندها نفس الار فعليا بيني وبينك لازم تبقى خط عشان يبقى ليه نفس الار، لكن احنا ادينا له ديفرنشال سيكنس. الديفرنشال سيكنس ده هنسميه دي اس لانه ملوش علاقه بالار، لان السيكنس مش في الاتجاه بتاع الراديوس زي المساله اللي فاتت. طب هل انا ممكن احسب الدي اس ده؟ اه، يعني الشريطه دي امسكها افكها، طب قرب لي دي، هاتها لي كبرها لي هنا، دي عباره عن مثلث كده حضرتك. اوكي، الزاويه دي ثيتا اهي نص الزاوية، المسافة دي دي اس، المسافة دي في انهي اتجاه؟ في اتجاه السمول ار، ومسافة صغيرة جدا يعني اقدر اقول انها دي ار، واقدر اجيب علاقة ما بين الدي اس والدي ار، او بسيطة اهي، ساين ثيتا هي عبارة عن دي ار على دي اس، ساين ثيتا دي ار على دي اس. طب امال الاريا بتاعت الشريطة دي عبارة عن ايه؟ لو فردتها تبقى 2 باي ار دي اس، يبقى الديفرنشال اريا بتساوي 2 باي ار دي اس، يعني 2 باي ار دي ار على ساين ثيتا زي الفل. معاك الديفرنشال اريا دلوقتي؟ طب بالنسبه للشير ستريس فكه ما تخافش، ميو دي يو اوفر دي ان، فين الان يا باشا؟ الان اهي، ده الان. طب الان دي عمودي على انهي اتجاه يا فندم؟ على اتجاه السرعه حضرتك، يعني انا لو بصيت من فوق على البلين ده يا فندم، بص كده، لو قطعت في اي بلين هنا، قطعت ادي البلين اهو، ادي البلين ده مثلا اهو، اوكي، وبصيت من الناحيه دي، كبرها كده وبص من الناحيه دي، هيبقى عامل ازاي؟ النقطة دي هتبقى واخدة السرعة، سرعتها هتبقى ايه؟ اوميجا في ار، however اي ار هنا، تمام؟
النقطة دي بسرعتها هتبقى زيرو، وبالتالي الجريديان بتاعك لو انت في رابط لينير هيبقى بالشكل ده. طب الجاب دي قد ايه؟ بي. واخد بالك معايا؟ ركز معايا تاني، ادي البلين هرسمها لك على مضافة عشان عارف ان الحتة دي لازم تتقال بالراحة، يعني مضافة اهي اهي تاني، بص كده اهي اهي. حلو، فين ال N؟ فين النورمال؟ هتلاقيه دايما نورمال حتى على السيرفس بتاع الدوران، ادي نورمال اهو، نورمال بقى الفيلوستي كمان خلي بالك. السرعة هنا اهو هتبقى فين؟ هتبقى كده. السرعة هنا اهو هتبقى فين؟ مفيش سرعة هنا، هنا زيرو، بس السرعة بالنقط دي هتبقى كلها في الاتجاه ده، علشان أعرف أشوف الفيكتورز بتاعتها فأقوم قاطع سيكشن كده اهو، تمام؟ وأقوم باصص من فوق كده اهو، هتشوف ايه؟ هتشوف حاجة زي كده، ادي السرعة في الاتجاه ده كده والسرعة دي زيرو، هي دي اللي أنا رسمتها هنا شغال. يبقى السرعة هنا ليه؟ الأرم ده R، يبقى السرعة عند النقطة دي أوميجا R، تمام؟ أوميجا R عشان R بتتغير. يبقى هنا نيجي نعوض على طول مباشرة، أقدر أقول إن دي إف تساوي ميو أوميجا R ماينس زيرو على دي إن اللي هي بي، على دلتا إن يعني اللي هي بي، مضروبة في 2 باي R دي R على ساين ثيتا، تمام؟ أجي أعوض هنا أعوض هنا أعوض هنا بالدي إف، أضربها في الآر يبقى معايا الدي تي، أطلع كل الكونستانتس بره، ما أخليش جوه غير الآرات والدي آر، بحيث إن الصورة في الآخر هتبقى عندي كده أهو، إن التورك هيبقى عبارة عن تكامل من زيرو لآر نود. اه طبعا طلعت الحاجة سوري، بطلعهم بره، بطلع الميو والأوميجا والبي والساين تيتا 2 باي على ساين تيتا، تمام؟ تكامل ار كيوب دي ار من زيرو لار نود. ساعتها التكامل بتاعنا هيبقى عامل ازاي يا شباب؟ بسيط جدا زي المرة اللي فاتت، ميو أوميجا على بي 2 باي على ساين تيتا ار نود باور 4 على 4. ألف مبروك. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا شيت 1، ممكن بعد كده ابعت لكم مسائل خاصه ومسائل مختاره من شيت 1 عشان تبقوا ايه تشوفوها. المره الثانيه هحاول اشوف اللي هو الحلول اللي انا كنت عملتها للمسائل دي وارفعها لكم باذن الله على الجروب. ربنا يوفقكم وان شاء الله اشوفكم بقى مع شابتر 2، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. سلام.